دي بدأت بلوغ طبيعي بس مبكرا، سريع مبكرا مبكرا، سن 6 سنين او 8 سنين، هذا مبكر قوي طبعا. طبعا الناس دول لما بيجي لهم كده بيجي لها الدوره على 7 سنين، معنى جات الدوره يعني هتربط على كده، تلاقي طولها 100 سنتي، 100 110 120، ما تطولش عن كده، وعاده بيبقى عمرهم قصير. يعني السايكل، لايف سايكل، اللي هي الفتره الحياتيه الزمنيه ضغطت، بدل 70 80 سنه ضغطت ل 20 25 سنه. فالبلوغ بسرعه وكله، وده يبقى بلوغ فسيولوجي طبيعي جدا، ويحصل تبويض ولا جوز تخلف، وكذلك الولد نفس القصه. فهو هنا حضرتك يبقى، او ان يطلع شكليا كورم في المبيضين، كورم في الليفر، في الكبد، كورم مثلا في الرئتين. احيانا هنا يلتبس الامر بقى، عند البلوغ الدنيا كانت ماشيه كويسه قوي، والبنت بدا يطلع لها داء، وبعدين يطلع لها شنب، وبعدين دقن بقت زي الراجل، وتغيير شكل الكونفجريشن العضلي والصوت البادي بتاعها، ده مش قاصر فقط على شكل الهرمون الذي يؤثر على المبيضين او على ده، بقى اتحولت، وده اللي يسموه التحول.